تقرير عن زيارة ألمانيا الاتحادية. تاريخ الزيارة 2/9/1989 ل 22/9/1989. اسم الزائر الدكتور حمدي حسن حافظ. الأماكن التي تم زيارتها: زيارة مدينة ميونخ، زيارة مدينة نورنبرغ، زيارة مدينة كولن، زيارة مدينة بون، زيارة مدينة فرانكفورت. وتم زيارة الأماكن الآتية بهذه المدن: 4 مراكز اجتماعية للشباب، قرية للأطفال، نادي اجتماعي للمتخلفين عقليا، مركز لتدريب الطفل على الفنون، مركز لتدريب الطفل على فن السيرك، عدد 2 حضانة للطفل، عدد 2 حديقة للطفل، مركز الاستشارات الأسرية خاص بالمرأة، مناطق إيواء المهاجرين، إدارة الشباب بولاية بافاريا، مناطق تحت التنمية يسكنها العاطلين والمتصدعة أسرهم، الاتحاد العام للشباب، إدارة إسكان الأسر المتصدعة، مركز للاستشفاء خاص بالمرأة، منطقة سكن الجالية التركية وهي منطقة لها مشاكل اجتماعية خاصة. وقد اشتملت الزيارة على جانب سياحي كبير استطعنا من خلاله أن على خصائص استطعنا من خلاله التعرف على خصائص الشعب الألماني وعلى بعض الظواهر الاجتماعية والعادات والتقاليد والمشاكل الاجتماعية. وهذا الجانب لا يقل أهمية، حيث أتاحوا لنا فهم فلسفة وأسلوب وطريقة العمل الاجتماعي في المجتمع الألماني. وقد اشتملت الزيارة أيضا على عدد 2 جلسة تقييم للبرنامج، الأول في نصف المدة والثاني في آخر المدة، وهذا خلاف 2 جلسة في أول البرنامج لتوزيع أعضاء الوفد على الولايات حسب التخصص، والثانية لشرح فلسفة وأسلوب العمل الاجتماعي في ألمانيا ومصر. وقد قمت بتغطية هذه النقطة الخاصة بمصر بإلقاء محاضرة علمية عن فلسفة وأسلوب العمل والهيكل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ومشروعاتها التي تبلغ 43 مشروعا. تقييم الزيارة: أولا من ناحية الشكل، (1) النواحي الإيجابية: كان وقت الزيارة مناسب من ناحية المناخ الجوي، الإعاشة كانت بدرجة امتياز من ناحية النوم والتغذية، تم أخذ رأينا في البرنامج الذي سينفذ معنا، كانت هناك عمليات تقييم في نصف المدة وآخر المدة، الاهتمام بالنواحي السياحية، اختيار المرشدين على درجة كبيرة من الذكاء والخبرة بحيث تم توصيل كل المعلومات إلينا. البرنامج شغل كل الوقت بحيث لم نشعر بوجود وقت فراغ. معرفة الجانب الألماني بخصائص المصري واحتياجاته مما أدى إلى نجاح الزيارة. كان اختيار أعضاء الوفد المصري موفق بطريقة تحتاج إلى وقفة لدراسة كيف تم اختيار هذا الوفد بهذه الطريقة الممتازة، حيث كان هناك تكامل في التخصصات والخبرات، فلقد تم تغطية الجانب العلمي مع الجانب العملي مما أدى إلى رسم صورة العمل الاجتماعي في مصر في أعظم لوحة لفتت انتباه العاملين بالحقل الاجتماعي. 2 النواحي السلبية: عدم تغطية أغلب الولايات الألمانية التي تبلغ عددها 11 ولاية، قلة عدد الاجتماعات مع العاملين في الميدان حتى أن نخرج بانطباع كامل عن العمل الاجتماعي نستطيع من خلاله التعميم، عدم تضمين البرنامج لقاءات علمية مع أساتذة الجامعة المتخصصين في العمل الاجتماعي للتعرف على وجهة النظر العلمية في بعض المشاكل الاجتماعية التي تقابل المجتمع الألباني، عدم وجود أي نشرات أو صور أو كتيبات أو أعلام مع الجانب المصري عن العمل الاجتماعي في مصر باللغات الأجنبية. 2 من ناحية الموضوع: 1 النواحي الإيجابية: تم التعرف على نمط جديد من فلسفة العمل مع الشباب، وهي فلسفة جديدة تحتاج منا دراستها ومعرفة سلبيتها وإيجابيتها، وتتلخص في عدم تحديد طريق واحد للشباب، بل تلقي الشباب حر يختار الطريق الذي يلائمه، ويقتصر دور الدولة على تقديم الدعم المادي للشبيبة وإصدار قوانين حماية لها وتقديم ضمانات اجتماعية دون أن تقودها وتتحكم في مصيرها. حيث الإيديتور حقائق عن ألمانيا الاتحادية، معهد موسوعات بوتلمان، صفحة 286.
تم التعرف على خصائص الشعب الألماني، وهذه جزئية مهمة لفهم العاملين في الحقل الاجتماعي، حيث أتاحت لنا أن نفهم أسلوب وطرق العمل الاجتماعي في المجتمع الألماني. ومن هذه الخصائص شعب مبتسم، يحب الموسيقى والرقص، يحترم العمل ويقدر المسؤولية، ومنضبط بالمواعيد، يحترم البيئة ويحافظ عليها، لديه قيم جمالية عالية، يحترم المعوقين ويساعدهم، يحترم الحرية الشخصية، عصبي المزاج. الاطلاع على بعض المشاكل الاجتماعية وطريقة حلها، مثل مشكلة البطالة، مشكلة الأغلبية التركية، مشكلة الهجرة، مشكلة التصدع الأسري، مشكلة المتسولين، مشكلة الإدمان على المواد المخدرة والكحول. الاطلاع على بعض الظواهر الاجتماعية في المجتمع الألماني، مثل ظاهرة حب الشعب الألماني للموسيقى والرقص، ظاهرة حب الكلاب، ظاهرة الاحتفالات في الشارع، ظاهرة شباب البنك وهم شباب خرجوا على الشكل المألوف في الملبس والمنظر العام لإعلان احتياجهم ضد سياسة الحكومة الفيدرالية، وفي بعض الأحيان يحتلون الميادين العامة ويتصرفون تصرفات هوجاء مثل شرب الخمر وتكسير الزجاجات، ظاهرة البوي فريند وإيجابيتها وسلبيتها. الاطلاع على بعض الأفكار الجيدة في المجال الاجتماعي، مثل وجود الأخصائي الاجتماعي الفنان، بمعنى أن الأخصائي الاجتماعي بعد الدراسة الاجتماعية يدرس في كلية الفنون سنتين حتى يستطيع أن يعمل بالأعمال الفنية. الأسرة بالكامل، الأب والأم والأولاد يعيشون في قرية الأطفال مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، فكل أسرة يعيش معها من 3 إلى 4 أطفال. المصانع الأهلية التي يملكها أفراد يتم تشجيع من الحكومة لتشغيل المعوقين بالمصانع الأهلية مع إعطاء هذه المصانع دعم مادي. تعلم الطفل فن السيرك وإقامة حفلات السيرك يقوم بها الأطفال. الاهتمام الكبير بالبعد الإيهامي للطفل، الاهتمام بأن يلعب الطفل بالحضانة ببعض الآلات الموجودة بكل أسرة كالراديو والكاميرا والخلاطات وخلافه، لتعوده على استخدام هذه الأشياء فتتكون مهارة الفك والحل لدى الطفل، والاهتمام بالألعاب الخارجية، الاهتمام بتعليم الشباب الموسيقى، الاهتمام بلعبة البولينج والميني جولف، الاهتمام بأفران حرق السيراميك في نوادي الشباب، الاهتمام بالأعمال الفنية الخاصة بالمسنين. 2. النواحي السلبية. لم أطلع على أبحاث علمية في مجال الشباب الألماني، لم أطلع على أي تسجيل مهني فني، لم أطلع على الرعاية الاجتماعية للشباب في المدارس ولا في المصانع. لاحظت عدم تطبيق النظريات العلمية الحديثة في المجال الاجتماعي، ارتفاع التكلفة المالية لرعاية الشباب بدرجة كبيرة، لا يوجد متابعة للعمل مع الشباب. الاطلاع على الميزانيات اتضح أن أغلبها تصرف على أجور العاملين وحوالي 20% فقط على البرامج، لا يوجد تعاون علمي بين الجامعات ومراكز الشباب، لا يوجد تدريب للعاملين مع الشباب، لم يستطيعوا التغلب على مشاكل العهدة ويتأثر النشاط بهذه المشكلة. شكل مصر الحضاري غير واضح لدى العاملين بالحقل الاجتماعي بألمانيا. التوصيات. 1. نوصي بأن يحمل أي شخص يسافر إلى الخارج نشرات وكتيبات وأفلام عن العمل الاجتماعي بمصر، وأن يكون علم وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الهدايا. 2. الإكثار من هذه الزيارات للعاملين بالحقل الاجتماعي وزيادة الأعداد كل مرة. خاتمة. إذا جاز لنا أن نقيم هذه الزيارة، فإنني أستطيع أن أقول أن هذه الزيارة حققت أهدافها بنسبة 100% على المستوى العملي والعلمي.